السلام عليكم ورحمة الله. لما تيجي تغير ريداتير جديد لسيارتك اعمل حسابك ان في 6 أخطاء شهيرة ناس كتيرة بتقع فيها بشكل غير مقصود. في الفيديو ده هوضح لك ال6 أخطاء دي بحيث ان انت لو جيت في يوم تغير ريداتير لسيارتك تكون ضامن ان هو هيعيش ويخدم معاك اطول وقت ممكن. خليني اوري لك. الشرح هيتم أثناء تغيير الريداتير ده، وهوضح لك أشهر الأخطاء اللي بتحصل. أول الأخطاء وأشهرها هو إفراغ المية القديمة اللي فيه مباشرة قبل فكه وإخراجه من السيارة. والصح إنك بعد ما تفرغ المية القديمة اقفل الريداتير وحط مية مقطرة في دورة المية، وبعدها استخدم فلاش لغسيل دورة المية علشان لو في أي شوائب أو اتساخات وتحركت من مكانها مع الفلاش يبقى تروح للريداتير القديم مش الجديد اللي انت هتركبه، وبتشغل السيارة نص ساعة مع الفلاش وبعدها تفرغ دورة المية. الغلطة التانية هي انك بتكون محتاج تفحص طرمبة المية، ودي بنعرفها لما نخلي المية في القربة او في الريداتير لأقل مستوى ونشغل السيارة وندوس بنزين ونراقب تقليب المية في القربة. وخلي بالك لو القربة مليانة مش هتعرف تشوف التقليب، لازم المية تكون في مستوى منخفض. ولو عندك دورة مفتوحة يبقى هتبص في الريداتير مباشرة وحد بيدوس لك بنزين في السيارة علشان تعرف تشوف تقليب المية. بالنسبة للريداتير بتاع السيارة الاوتوماتيك بتحتاج انك تفك وصلات تبريد الزيت اللي بتكون داخلة وخارجة من الريداتير، وتشوف كمية الزيت اللي طلعت منه او وقعت منك وانت بتفك، وتعوضها لما تخلص تغيير الريداتير. كده يبقى احنا غسلنا الدورة على الريداتير القديم وفحصنا طرمبة المية، فهنكمل خطوات الفك. وبطبيعة الحال بتفك المراوح الاول وتفك الفيش الكهربية بتاعتها، واي حاجة تحس انها بتعمل اعاقة ليك في الفك يستحسن تفكها علشان توسع لنفسك، وبعدها بهدوء وحرص تسلك المروحة وتطلعها من مكانها قدام الريداتير. وبعدها بتفك كل الخراطيم اللي بتكون متوصلة بيه سواء كانت خراطيم صغيرة او كبيرة، وبتفك القواعد اللي بتكون مثبتاه في هيكل السيارة. واخيرا بتوسع لنفسك وتسلك الريداتير، وواحدة واحدة تطلعه لفوق من غير ما تكسر اي حاجة او تخبط في اي حاجة. نروح للخطأ التالت، وبيكون عدم فحص القواعد المطاط بتاعت الريداتير اللي بيتثبت عليها، لان القواعد دي لو مش موجودة او تلفة فده معناه ان كل المطبات بترد في العلب البلاستيك بتاعت الريداتير، واجلا عاجلا العلب البلاستيك دي هتتكسر، فلازم تتأكد ان القواعد موجودة وسليمة. الخطأ الرابع هو عدم فحص الخراطيم اللي بتكون راكبة في الريداتير، والفحص ده بيكون من الداخل والخارج بالضغط عليها بشدة، لان لو واحد من الخراطيم دي مشقق فغالبا هيسرب مية، والفحص ده بيكون من الناحيتين. وافحص معاهم مواسير وكعان المية اللي بتكون في المحرك. الخطأ الخامس هو عدم فحص غطاء القربة او الريداتير، والفحص ده بيكون للصمام اللي بينفس الضغط، لانه لو بايظ او عالق هيسخن السيارة. بالنسبة لغطاء الريداتير بتعمل نفس الفحص، ولو لقيت المطاط بتاعه ناشف او مقطوع ضروري تغيره. الخطأ السادس هو ضرورة تفريغ المية اللي بتكون موجودة جوه البلوكة بتاعة المحرك، وكل اللي هتحتاجه بلاور هواء اي نوع. لو مفيش عندك ترموستات كوعة فانت هتركب البلاور مكان خروج المية من المحرك وهي رايحة للريداتير وتنفخ. طبعا اللي طلع شوية مية صغيرين لان المحرك ده فيه ترموستات كوعة وهي دلوقتي في وضع مقفول. في الحالة دي هتروح للناحية التانية من دورة المية عند اي واحد من خراطيم السخن مع اختلاف الشكل والتصميم من سيارة للتانية، تفك الكوليه من على الخرطوم، وبعدها تفك الخرطوم وتطلعه وتجيب سدادة في اللين او خرطوم مسدود، الفكرة اي حاجة تسد مكان الخرطوم اللي فكناه، وتقفل غطا القربة او الريداتير كويس بحيث الضغط اللي هتعمله يدخل جوه المحرك يدفع المية ويخرجها بره المحرك، وشوف كمية المية اللي هتطلع. مش اقل من 1.5 لتر مية قديمة بتكون لسه موجودة داخل المحرك بعد ما تفك الريداتير، وناس كتير ما بتاخدش بالها وبتضيف المية الجديدة عليها. قبل ما تركب الريداتير الجديد بتنقل كل اكسسوار تثبيت المروحة في الريداتير او اي اكسسوار تاني يكون مش موجود في الجديد. بعض الشركات بتحط طبب في اللين في فتحات الريداتير، ومهم تشيلها قبل التركيب علشان ما تعملش سدد. اللي بعد كده هي خطوات التركيب، واهم حاجة في الخطوات دي انك تتأكد ان الريداتير راكب في مكانه مرتاح
المفتاح على القواعد المطاط بتاعته، وخطوات التركيب بتكون عكس خطوات الفك، اخر حاجة فكتها هي اول حاجة بتقفلها، ودايما بتكون تثبيت الريداتير في جسم السيارة اولا، وبعديها تركيب المروحة زي ما كانت، وبعديها توصيل كل الخراطيم والوصلات اللي كانت راكبة في الريداتير. لايك وشير للفيديو علشان الناس اللي هتغير ريداتير تبقى عارفة اشهر الاخطاء وازاي تتجنبها. وبعد ما تضغط على زر اشتراك فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.